尊敬的塞纳维姆部长，各位同事、女士们、先生们，朋友。السيدات والسادة والأصدقاء، سعيدة باجتماعي هنا على ضفة النيل الجميلة معكم لنحضر سويا حفل افتتاح الدورة السادسة من أسبوع المياه بالقاهرة. وبدعم مباشر من الرئيس السيسي، أصبح أسبوع المياه بالقاهرة واحدا من أهم المنصات الدولية لفعاليات المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصبح يحمل مغزى هام لرفع الوعي بحماية موارد المياه العالمية ودفع الابتكارات التقنية المتعلقة بالمياه. إن الدورة الحالية من أسبوع المياه تأتي بعنوان أنشطة معنية بالتكيف المائي من أجل الاستدامة، وفي هذا تجاوب للتفاهم الذي توصلت إليه الدورة السابقة فيما يتعلق بمبادرة تكيف في مجال المياه الدولي، وفيها أيضا تقديم لمنصة للنقاش للمجتمع الدولي لصياغة تحركات فعلية من أجل رفع القدرة على التكيف المائي. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وإنني بالنيابة عن وزارة الموارد المائية الصينية أعبر عن تهانئي لافتتاح أسبوع المياه بالقاهرة بنجاح. حاليا يتفاقم تأثير التغيرات المناخية وتتراكم أزمات الحبوب والطاقة وغيرها من الأزمات عالميا، وتظهر بشكل أكبر هشاشة الاقتصاد العالمي، وتواجه البشرية تحديات ضخمة. إن موارد المياه هي الأساس الذي يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع والبيئة، وكذلك هي موارد حساس يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية والأنشطة البشرية، وتزداد خطورة ضمان الأمن المائي التي تواجهها كل الدول يوما بعد يوم. لذلك أصبح تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 أصبحت مهمة عاجلة ومشتركة للمجتمع الإنساني. إن توزيع موارد المياه في الصين غير متوازن سواء من حيث الوقت والمكان، فكوارث الفيضانات والجفاف كثيرة الحدوث. لذا فالصين واحدة من الدول ذات الظروف المائية المعقدة والصعوبات الكبيرة في معالجة الأنهار. لقد طرح شي جين بينغ الرئيس الصيني الفكر الخاص بالمياه والمتمثل في أولوية ترشيد المياه والتوزيع المتوازن لها والمعالجة النظامية وبذل الجهد من الحكومة والسوق في هذا المجال. لقد أجاب العلم عن الأسئلة النظرية والعملية المتعلقة بمسألة التحكم بالمياه، وقدم إرشادات جذرية لمكافحة الكوارث المائية وترشيد المياه وحماية البيئة، وقاد التحكم في المياه بالصين لتحقيق إنجازات تاريخية وإحداث تحولات تاريخية وحل الكثير من مشاكل المياه. وتطبق وزارة الموارد المائية بالصين أفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ المتعلقة بالمياه، وقامت من خلال السعي الهدف الرئيسي المتمثل في رفع قدرة البلاد على ضمان الأمن المائي، وذلك بدفع التطور عالي الجودة في المرحلة الجديدة، وذلك عن طريق تحسين نظام مشروع الوقاية من الفيضانات وتنفيذ المشروعات الكبرى في شبكات المياه في البلاد واستعادة بيئة الأنهار والبحيرات ودفع التوأمة الرقمية في بناء مشروعات الري وتأسيس سياسات نظام ترشيد المياه وتقوية الإدارة القانونية للآليات والأنظمة وغيرها. وتحقيق تغييرات عميقة في طرق استغلال موارد المياه، وتحقيق تحسين شامل في توزيع موارد المياه، وتحقيق تحسين جذري في شكل الأنهار والبحيرات. لقد حققنا تقدما كبيرا في مجال دفع تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مما قدم ضمان أمن مائي قوي من أجل التنمية المستدامة. السيدات والسادة،
سيواجه العالم لفترة طويلة كوارث مائية متتالية ونقص في المياه وتدهور